اوكي بعدين هذه خلطة الصفيحة مكونة من جراوند بيف، لحمة ناعمة وبندورة وبارسلي وشو كمان؟ بقدونس وبصل وسماق أردني، أذكى شيء السماق الأردني. أيوة. وبعدين فلفل وملح وبهارات وشو اسمه، وفي ناس بحبوا يحطوا تومة بس إحنا ما نحط التومة. بعدين في حطيت شوية كراس بابر، كراس بابر يعني شو اسمه بدل عن الفلفل الأخضر، سوري ما اللانجوج تبعتي مشكلة الأدى صارت. anyway وشو بتعمل؟ بتجيب اللحمة بتحمرها شوية، بعد ما تحمرها شوية بتزيد البصل عليه المقطع ناعم، ما تخليه ينطبخ كتير بس شوية عبين ما يصير soft طري، وبعدين بتشيله عن النار بتخليه يبرد. بعد ما يبرد سام بتحط بتقطع التوميتو صغيرة البندورة بتحطها عليها، بتقطع بقدونس طبعا بكون كله مغسل، وبتزيد البهارات وبتزيد الملح والسماء عليه وبتحركهم كلياتهم مع بعض، وبصير الطبخة جاهزة عشان تنحط على صفيحة. شو بتعمل؟ بتجيب معلقة، بس أنا ما بحب المعلقة، بجيب شوية بإيدي بعملهم هيك بفردهم، بعد ما تفردهم عوني كيفك حبيبي؟ بعدين بتحط أهلا وسهلا عمو كلياته بتحطه عبين ما يصير كلياته بنفس الطريقة. حبيبي اتصلت فيك، سلم على عمو عوني. الماما بتسلم عليك والله. اوكي كل سنة وانتي سالم. انت سالم كل سنة وانت سالم، مش وانتي سالم، وانت سالم يا حبيب العمر. غلطتهم ليتك. كل سنة وانت سالم بيقول انت سالم. اوكي سالم. بعدين سام حبيبي بتعمل هيك، بتعملهم كلهم كل هدول بنفس الطريقة، بتعمل كله بنفس الطريقة. وشو بتعمل بعد ما تخلص؟ بتحطه بالفرن، الفرن بيكون جاهز حوالي 350 او 400 درجة الحرارة، بعدين بتحطهم بالفرن حوالي عبين ما يصيروا براون بني اللون، وما تحرقهم. احنا عم نستعمل اوفن بس هذا مش اوفن البيت، بس تبع البيت بيكون حوالي 15 دقيقة او لحتى ما يصير جولدن براون. ايوه اوكي.